مستمعينا إدراكاً لأهمية دور القطاع الخاص في تطبيق محاور النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية وما تنهض به شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات جيبك من جهود لتأمين ولتمكين المرأة، يعتبر مثالاً يحتذى بالنسبة لمؤسسات القطاع الخاص الساعية إلى تعزيز وضع المرأة العاملة فيها ورفع مساهمتها في العملية الإنتاجية بشكل عام. يسرنا أن نلتقي مع سعادة الدكتور عبد الرحمن جواهري الرئيس التنفيذي لشركة جيبك والحديث عن تحويل لجان تكافؤ الفرص إلى مجلس تكافؤ الفرص في الشركة. صباح لك بالخير دكتور عبد الرحمن، حياك الله معنا في صباح الخير يا بحرين. صباح النور، ويسعدني ويشرفني أن أكون معاكم اليوم الصبح، وشكرا على المقدمة الجميلة. وفي البداية أشكر جميع منتسبي وزارة شؤون الإعلام وعلى رأسهم سعادة الوزير الأخ علي بن محمد الرميحي على الجهود الكبيرة والجبار اللي تقومون فيه، وكمواطنين ومسؤولين نشوف هناك نوع نقلية في جودة البرامج، فشكرا لكم. شكر موصول لشركة الجي بي آي سي، لأن فعلا شركة الخليج للبتروكيماويات لها عطاءات اجتماعية ولها عطاءات تنموية ولها اهتمامات بالبيئة، ويعني لربما من أكثر الشركات المميزة في هذا القطاع، والآن إنجاز جديد يحسب يعني لصالح الشركة ويضم إلى جملة هذه الإنجازات فيما يتعلق بمشروع لجان تكافؤ الفرص. يعني أنتوا حولتوا الموضوع من مجرد لجنة وأصبحت الآن في سابقة تعد هي الأولى من نوعها على صعيد تمكين وتشجيع المرأة في القطاع الخاص الصناعي، في تحويلها إلى مجلس. فكلمنا عن هذه الخطوة وعن هذا التبني من قبل إدارة شركة الخليج للبتروكيماويات. شكرا. في البداية صراحة كل ما نقوم به أو تقوم به الشركة في هذا الخصوص والجهد التي ذكرتيها أختي العزيزة هي ترجمة لطموحات سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في إعطاء المرأة البحرينية حقها في العمل الكريم وتأدية دورها في خدمة المجتمع ووطنها دون تمييز، كما نص عليه دستور مملكة البحرين، كما هي ترجمة كذلك لتنفيذ توجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها الله ورعاها قرينة جلالة الملك في تمكين ومنح المرأة البحرينية الفرصة لتتبوأ المكانة التي تستحقها. فدورنا كشركات وكمؤسسات يعني احنا نرى ان هو ترجمة هذه الطموحات وهذه الرؤية وهذه الدعم اللي نحصله من قيادتنا السياسية إلى أرض الواقع. فمثلا في شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات كانت أول شركة تتبنى وخلق لجنة تكافؤ الفرص في القطاع الخاص، ولنا الشرف، ولكن لا شك بأن يعني أنا ارتئينا بأن تحويل اللجنة إلى مجلس برئاسة الرئيس التنفيذي للشركة يعطي زخم أكبر لمتابعة المباشرة لجميع الخطوات التي سيتم اتخاذها لدعم تمكين المرأة، وأيضا يعطينا الفرصة لمراجعة جميع البرامج التي تم تطبيقها في هذا المجال. بالطبع للجنة، لجنة تكافؤ الفرص في الشركة دور كبير وإنجازات كبيرة في السنوات الماضية، ولكن الآن لمسنا أن هناك اهتمام كبير من صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة، ولنتماشى مع طموحها ومع رؤيتها ومع الطاقة اللي تبذلها، هو تحويل اللجنة إلى مجلس فيها برئاسة الرئيس التنفيذي وفيها قياديين في الشركة، مدراء كبار المدراء في الشركة وممثلين عن نقابة عمال جي بي آي سي والمرأة وممثلين عن جميع الأقسام، فيعطي الرئيس التنفيذي لمسة مباشرة عن طموحات المرأة، عن كيفية إدارتنا لضمان حصول المرأة
على حقها في تكافؤ الفرص، في الترقيات، في البعثات، في الدراسة، في جميع المجالات الأخرى. وهذه بالطبع مثل ما تفضلتي نقلة نوعية، ولكن الشركة كانت دائما رائدة في أخذ خطوات جريئة وأخذ خطوات واقعية لتنفيذ طموحاتها. في إطار حديثنا عن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم، ففوز فوز الشركة لمرتين بجائزة صاحبة السمو لتمكين المرأة البحرينية كأول شركة تحقق هذا الإنجاز لم يأتي من فراغ، ولكن أكيد جاء نتاج لجهود كثيرة قدمتوها في الشركة من أجل تمكين المرأة. فلو تكلمنا عن هذه يعني هذا الإيمان وهذه القناعة من الإدارة العليا بالشركة بتمكين المرأة وما تم اتخاذه من إجراءات لتحقيق هذا التمكين. شكرا. يعني أولا يعني شركة الخليج الحمد لله حصلت على كثير من جوائز عالمية وجوائز وطنية في جميع المجالات، ولكن جائزة صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة واللي مرتين، هذه يعطينا تتويج أمانة، تتويج لكل جهودنا خلال الخمس سنوات الماضية. ومن الأسباب ومن الإنجازات ومن الطموحات اللي حققناها بسبب هذه الجائزة القيمة هو الرغبة الحقيقية لدى الإدارة العليا في الشركة، ممثلة أولا بمجلس إدارتها والإدارة التنفيذية، في تمكين المرأة البحرينية العاملة بالشركة وتقديم الدعم الكامل لها ومنحها مثل ما تفضلت الفرصة، فرصة التكافؤ الفرص للوصول إلى المناصب العليا. وكذلك نفخر بأن شركة الخليج هي كانت مثل ما تفضلتي أول شركة يبادر بالاستجابة أو تبادر بالاستجابة لدعوة صاحبة السمو في إنشاء لجان تكافؤ الفرص. ثانيا احنا نشوف ان الحرص بصورة اكبر على اشراك العنصر النسائي في كافة برامج الشركة وانشطتها، وتأكيد تواجدها في المؤتمرات المتخصصة وورش العمل التي تشارك فيها الشركة. اليوم جميع مشاركاتنا في خارج الشركة او داخل الشركة في لجان الشركة يجب ان يكون فيه العنصر النسائي. هذه نظام نتبعه، حتى الصور اللي ننشرها تشوفين مستحيل صورة تنشر في شركة من شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات وبدون وجود المرأة. كذلك يعني من الأمور المهمة اللي اتبعناه هو تأهيل الموظفات في الشركة وتشجيعهم في مواصلة التعليم الجامعي. والحمد لله أقدر أقول اليوم بكل فخر إن جميع موظفات الشركة اليوم حاصلات على دبلوم أو بكالوريوس أو ماجستير من الجامعات الوطنية وخارج مملكة البحرين. وهذا إنجاز كبير، لأن نؤمن بأن أهم شيء هو التسلح بالتعليم والتأهيل السليم للمساهمة في أداء عملهن وكذلك في دعم الاقتصاد الوطني. إحنا وجودنا كشركة هي يعني وجودنا هو لدعم الاقتصاد والتوظيف وتبني طموحات الحكومة الموقرة في خلق فرص الوظائف. ولكن إحنا نرى أن فرص الوظائف يجب أن تكون متكافئة بين العنصر الرجالي والنسائي حتى في الصناعة. اليوم إنجازات الشركة إنجازات كبيرة جدا على نطاق العالم، وللمرأة البحرينية دور كبير في هذه الإنجازات. نعم. وإحنا نفتخر في هذا الشيء للأمانة، يعني لربما ما يزيد من 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 احتفائنا بهذه الجائزة وبحصول الشركة على هذه الجائزة لمرتين متتاليتين هو أن الشركة يعني تعمل في مجال الصناعة وصناعة البتروكيماويات في ظل ظروف يعني
ظروف عمل نقدر نسميها حتى ظروف صعبة وظروف فيها قدر كبير من التحدي للرجل، فما بالك بالمرأة. ولكن إيمان الشركة بعطاء المرأة وإيمان الإدارة دائما بموظفيها أيا كان جنسهم هو أكبر دافع وأكبر محفز على هذا الإنجاز وعلى هذه العطاءات. وكما تفضلت يعني إنجازات الشركة معروفة ولها سمعة عالمية، والأهم من ذلك هو اعتناء الشركة وكإدارة بالمجتمع الداخلي لطاقم العمل في شركة الجي بي آي سي سواء كانوا رجال أو نساء، والاحتفاء الآن بالوصول إلى مجلس لتكافؤ الفرص إيمانا فعلا أن هناك في كفاءات من الجنسين تستحق أن تمنح الفرصة بغض النظر عن الجنس. صحيح. يعني احنا امانة نفتخر بان من انشاء الشركة من البداية في 1981 كان عندنا مهندسات شاركنا في انشاء المصانع، اشتغلنا في عز الصيف خلال 3 سنوات خلال الإنشاء وثم تشغيل المصانع، والآن إدارة المجمع برمته بعناصر نسائية متعلمة ولها قدرات كبيرة. أنا أقول البحرين الحمد لله بخير، وأثبتت المرأة البحرينية قدراتها في جميع المجالات وبدون استثناء. ومثل ما تفضلتي أختي الفاضلة أن صناعة البتروكيماويات من الصناعات المعقدة جدا، والسلامة وأمور البيئة والالتزام ما شاء الله عليها المرأة. أنا أقول هي حتى صارت أفضل من الرجل في أدائها وفي تمكينها. رب العالمين أعطاها قدرة بأن تستطيع أن تتحمل هذه الصناعة، فلها دور كبير في التنمية المستدامة وخدمة المجتمع، وطاقتها يعني ما شاء الله طاقة إيجابية جدا. نتائج الشركة تتكلم ما شاء الله، شركة رابحة، شركة لها بعد كبير في دعم البيئة وخدمة المجتمع، وما شاء الله مواصفات الشركة يعني برامج أيام العيد أيام العطل الرسمية. مثلا في فترة الصيف عندنا شهرين من برامج أبناء موظفات الشركة وموظفين الشركة، ولكن بإدارة موظفات الشركة. عندنا لجنة المرأة في الشركة، وبعد هذه اللجنة لها دور كبير في ترجمة طموحاتنا وإعطائنا رؤية المرأة الموظفة إلى الإدارة التنفيذية، وبالطبع الإدارة التنفيذية تنفذ ما تستطيع من هذه الطموحات والرؤى أو الطلبات اللي هم يقدمونها عن طريق هذه اللجنة. احنا نبارك لكم هذه الإنجازات المتوالية يعني نفخر حقيقة، وكلنا فخر بأن تكون هذه الشركة موجودة على أرض مملكة البحرين وتقدم هذا النموذج الإيجابي لإدارة الشركات الصناعية بهذه القدرة وبهذه الكفاءة، وأيضا بهذه العدالة في تقديم الفرص للموظفين من الجنسين من خلال هذا المجلس، مجلس تكافؤ الفرص، الذي هو يعني لربما تطوير حتى لمشروع لجان تكافؤ الفرص الذي أطلقه المجلس الأعلى للمرأة. نشكركم ونتمنى لكم كل التوفيق ونشكركم في صباح الخير يا بحرين. شكر موصول لسعادة الدكتور عبد الرحمن جواهري الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للبتروكيماويات شركة الجي بي آي سي، ونتمنى لكم كل التوفيق. شكرا جزيلا. شكرا لكم لإطاحة الفرصة وتسليط الضوء على دور المرأة في هذه الشركة الرائدة. شكرا وتحياتي لكم.